برانديفو اليوم رح نشوف وين صرنا بأعياد بيروت بعد الحفلات يلي انتهت بنجاح رائع جدا وبعد الحفلات يلي ناطرتنا ناطرة جميع يعني الكل يلي بحبوا كل أنواع الموسيقى إن كانت موسيقى الأجنبية أو الموسيقى العربية. مشان هيك معنا اليوم كارول مارون. هاي كارول. هاي رانيا. حضرتك من شركة تيو تو سي ومديرة شؤون الفنية والعلاقات العامة بأغاني أغاني من أهل البيت. بس شو بكي عاملة مثل عادة الكرم؟ عم تبرمي على هالبرامج شو ما عم تبيعوا؟ طيب عندي أنا حفلة عم جرب أنا بيع التيكت تبعك يعني كلهم فولي بوك كلهم فولي بوك. بتعرفي لازم نحكي دائما عنهم رانيا تنقول إنه عن جد قد إيه في حفلات عم بتكون ناجحة قد إيه رغم كل الظروف. نحن هالسنة الصيفية بعتقد أكثر صيفية فيها مهرجانات إن كان بلبنان ونحن عن جد أعياد بيروت اللي حضر بشوف قد إيه كانوا ناجحين يعني الكونسرت عم بيكونوا عن جد سولد أوت أكيد وطبعاً بيعطوا هالصورة الرائعة عن لبنان وبهيك بيظل هالظروف يلي يعني عم بتصير هيدي مثل بوابة أمل للبنان وبوابة بيرجعوا بيجوا لعنا فيها المغتربين والسواح يلي دايماً نحن منرحب فيهم. اليوم عنا بعد ثلاث حفلات ومن بعد نجاحات حفلة وائل كفوري عادل كرم طبعاً راول دي بلازيو مع ميشيل فاضل بذات الليلة نجوى كرم أليساندرو سافينا وأنجس أند جوليا ستون يلي كانوا عن جد تكللوا بنجاحات كبيرة. بيبقى عنا مشروع ليلى بستة آب مزبوط انرجي ميوزك هو الختام انرجي ميوزك تور بأول آب وأورينتال نايت بأربعة آب رح منفصلهم شوي أنا وياك اليوم. انرجي ميوزك تور يلي كل المراهقين بينطرون بعرف يعني قديه منتظر هيدا الكونسير. وبتعرفي رانيا ما بقى كتير نحكي عنه لان صار العالم تعرف شو هو يعني كل سنه الانرجي. طب لكن شو هلا انا مبسوطه فيكي بس انه لا لازم نحكي هالسنه لانه عن جد ايفنت هالسنه كمان في قصص جديده يعني اول شيء نحن مثل ما قلنا بالبيال عم نكون انرجي ميوزك تور هالسنه فوق ال 12 ارتست عم بيكون عندنا اسامي كبيره مثل ريدفو سام مارتن لوست فريكوينسيز كيت بوستاني موهمبي رالوكا عندنا اسامي كثير. والحلو مثل ما بتعرفي انه في شوات على المسرح دانسرز هالسنه عاملين قصص كثير مهضومه ديكورات جديده بروبس يعني العالم بتجي بتفوت بكير ما بتزهق حتى في فود كورت بيقعدوا بياكلوا عاملين سيلفيز بوكس ليتصوروا قصص كثير مهضومه واكيد التواصل على انستغرام وكل الكومنت اللي عم تنعطى دائما على السوشيال ميديا بتكونوا لايف عم تنقلون اذا مش غلطانه مزبوط على السوشيال ميديا عندنا على بيج تو تو سي او انرجي لبنان وبينحطوا كانوا على السكرين ما بعرف اذا السنه ولو انا ما بعرفه مزبوط هالسنه كمان نعم ومثل ما تعودوا الكل نحن هالسنه عندنا الدانس فلور سكشن وعندنا التين سكشن اللي هي اندر 18 هيدي السكشن اللي بتكون اكسترا سكيورتي نو الكحول يعني الاهل فيه يطمنوا اولادهم يبعثوا اولادهم ما يعطلوا هم وعندنا اكيد السيتد لجرادان ومثل ما قلنا انه رح يكون حفل ونعلن كل الهيتس تبع السنه كل الهيتس ونحن دائما بنشدد انه هون اتس نوت اباوت ذا ارتست اكيد طبعا الارتست هو مهم كثير بس هو الاغنيه او الهيت يلي عم بتكون هي يلي مهمه بهيك مهرجانات ان كان بانرجي او بالاورينتال نايت رح نشوف مشهد او رح نشوف دعايه الانرجي ميوزك تور. The Energy Music Tour is powered by XXL Vodka Cranberry, Zwan Hot Dog, Classic Burger Joint. The new O by Opel with premium class innovations. Oh. Moby. كارول مارون شفنا هيك الارتست اللي كل الشباب والصبايا بحبوهم وطبعا هيك منحس انه الكبار والصغار بيقدروا يحجزوا مش بس كمان للامكنه ولكن كمان من ناحيه الاسعار والبطاقات مزبوط. يعني اكيد مش كل البطاقات بذات السعر لا اكيد الاسعار حتى كثير افوردبل يعني منا اسعار كثير غاليه وبعدهم يعني بالفيرجن او على الويب سايت على الباب يمكن اذا بقى تيكتس يكون في فيو تيكتس لفت ينباعوا على الباب بس انا بنصح انه العالم تشتري قبل بوقت طمن بالها انه
اثرت، خصوصا نحن رانيا بنفتح البواب كثير بكير، يعني عن جد على الساعه 7 عم نكون فتحنا البواب لانه عندك عدد كثير كبير من الارتست، بتعرفي فوته البيال والعجقه ونحن بنبلش على 9 ما فينا نتاخر اكثر، فيجوا بكير لتلحقوا اكيد بنلحق تقريبا اي ساعه ممكن يخلص الكونسرت؟ يعني هو اجمالا بيكون تقريبا ساعتين ونص لثلاث ساعات، يمكن حتى اورينتال شوي اكثر من انرجي لان كمان اطول عدد اكبر من الارتست. فبتعرفي كمان السبت اذا عم نحكي عن انرجي ميوزك تور عجقه بيكون السبت عشيه وسط بيروت، فالعالم تجي بكير، نحن ستارتنج 7 بي ام بنكون فتحنا البواب. ليه اخترتوا ليلة السبت وبواحد يعني بكون مكتظ؟ ما لأنه سبت بيحبوا بيقولوا إنه الكونسرات بتنجح بركة أكثر أون ويكند، ويمكن لأنه كمان في أعمار صغيرة رح بتجي كمان مزبوط لحتى يكونوا مفرسين إذا عندهم 100%. أي نشاط عم بيقوموا فيه بالصيفية. سنت الماضي كمان أصغر من التين ايجرز راحوا، كمان ممكن السنة يكونوا موجودين، يعني الأمكنة ممكن تكون مريحة لإلهم مريحة، بس نحن رانيا بنقول إذا في أولاد كثير صغار أفضل يكون في أهل معهم، يعني نحن حتى بالتين سكشن الأهل فيهم يحجزوا تيكت لهم تين وبيفوتوا مع اهلهم مع اولادهم اذا بدهم، بحسوا حالهم هن كمان تين ايجرز، بحسوا حالهم انفولد. وبالدانس فلور اذا حدا بده يفوت اقل من 18 بده يكون معه اهله لان ما في حدا يفوت، رح نطلب اي ديز على الباب. الدانس فلور هي جديده السكشن؟ لا هي الدانس فلور يعني فوق ال 18، هي ستاندينج اريا بس فوق ال 18 يلي بيكونوا دغري قدام، بيكونوا قدام ستيج مقسومين التين سكشن وحطوا الدانس فلور بس اكيد مقسومين يعني، وورا بيكون السيتد الجرادا. بس هالسنه رح نطلب اي دي للعالم اللي اقل من 18 ما يقدروا يفوتوا على الدانس فلور، هيك تضبط اكثر وتاكد انه ما في حدا عم يفوت اقل من 18 سنه على الدانس فلور اللي فيها الكول، وبتعرفي اتس بيتر انه يكون مقسومين. نعم، ودائما كارول بتطمنوا انه بالتين سكشن كمان الامن عم بيكون مضبوط جدا، الكول دخان او اي شيء ثاني يعني كثير مضبوطين. ولا مره صار لاي سنه صرنا هيدي السادسة، السنة السادسة ولا مرة صار في أي إشكال أي حادثة أو حتى أي مشكل صغير، يعني دائما بيكون الأمور كتير مضبوطة وكتير مهضومة يعني لأنه أعداد كتير كبيرة، يعني نحن وصلنا بالأنرجي ميوزك تور لل 24,000 وحتى وقتها نقلنا صرنا 17,000 و 18,000 وقتها نقلنا فينيو، يعني منتظرين أعداد كتير كبيرة. نعم، والسنة ليه اخترتوا كمان بيال؟ مثل ما قلنا عيد بيروت مزبوط، لا يعني نحن ارض الووتر فرونت ما كانت افيلبل فنقلنا على البيال، بس اكيد الاي سي هو سمثينج بوزيتيف، يعني هيدي شغله عن جد ايه العالم عم تنبسط فيها شوب كثير حاليا. بننتقل على الاورينتال نايت باربعة اب، باربعة اب عندنا مهرجان اغاني الاغنيه الشرقيه صحيح السنه التاسعه، 16 ارتست يعني عدد كثير كبير، ما اذا بدي اسميهم كلهم او بنشوفهم بالدعايه ما بنلحق، ما بنلحق، رح منشوف الدعايه مزبوط. وبنرجع بنفوت بالتفاصيل انا وياكي. سوان هوت دوغ بتقدم مهرجان اغاني للاغنيه الشرقيه التاسع اورينتال نايت، المع اغاني 2015 بحفل واحد. محمد عساف، لوين بروح وانت منك معي؟ اسمر، ما شاء الله ما شاء الله حبيبي ما شاء الله. رويدة عطية، بيت صغير املي الوحيد. ربيع بارون، خايف سميكي عمري يطلع عمري قصير. ربيع جميل، الله عليكي شو سريعة كيف قتلتي احساسي. فادي حرب، باكي شو باكي قلبي من وراك. موري حاتم، تحكي مع حدا او هي شوفة حال. جنى، نحن اتفقنا نبعد فترة. مايا نعمي، سعد يا رمضان، يا حبيبي على طول يا حبيبي يا غرام. سوني ملايا، حازم شريف، مش طالع بإيدي ما خليك تكوني بعيد. جاد شويري، أنا ولا على بنتي بناخد أجازة. عامر زيان، غني الليل من عذابي أنا. وختام الحفل مع نصيب زيتون. مهرجان أغاني الأغنية الشرقية 3-4 آب بالبيال، واجهة بيروت البحريكي. تباع البطاقات في فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس برعاية XXL فودكا ميكس، سوان هوت دوغ، كلاسيك برجر، موبي.
كارول مارون لكينا كنا عم نشوف دعاية أورينتال نايت يلي بدهم 16 أرتست يعني مثل ما شفت رانيا في عندك من لبنان من البلدان العربية عندنا حدا من ألبانيا حتى هالسنة سوني مالاي كتير هالسنة العدد يعني كبير ومنوعين ومثل ما منقول كل سنة ما حدا بيزهق أورينتال نايت يعني بيطلعوا على المسرح بيغنوا في مدلات كتير حلوة من أغانيهم يعني الهيتس تبع كل فنان في الهيتس تبع السنة وفي حتى أغاني جديدة لأول مرة رح نسمعها بالأورينتال نايت يعني والسنة كل الأرتست قلتي لي مغيرين عن السنين يعني ما في حدا اجى لاست يير يعني من هذيك السنه لهالسنه الكل كلهم جداد اذا بدك وكمان البطاقات عم تنباع بطاقات بفيرجن بس بدي اقول كمان شغله كثير كيف مقسمين كمان ايه نحن في دانس فلور وفي سيتد منهم يعني دانس فلور مفتوح كله الستاندينج اريا وفي سيتد وفي كمان فود كورت العالم اللي بتجي بكير لانه كثير رح نشدد حتى اورينتال اكثر انه نحن يجوا بكير العالم لانه على السبعه بنفتح الابواب الارتست العدد اكبر بلشين تسعه على الأد يعني بلشين بالترتيب الابجد اللي كلهم شوفوه بالدعايه اي يعني ساعه بيكون نصيف زيتون لاجي يعني اخر شيء طيب انا بدي اخر شيء يعني اللي بيحب محمد عساف محمد هو اول واحد رح يكون على المسرح هالسنه فلحتى ما يقفوا بدهم يجوا كثير بكير عن جد كارول بدي اقول لك ثانك يو وبدي اقول لك ثانك يو لكم لكم يعني اغاني وتو يو تو سي ثانك يو على كل هالمشاريع يلي عم تعملوها بلبنان اهلا وسهلا فيكي مش رح عيد التايتلز لانه بتاخذ شيء ثلاث دقائق ومثل ما قال جهاد المرو بتطبخي وبتعزلي هلا اطبخ هلا بتذوقي رح نتوقف مع ليستا لبعض الايفنتس اللي عم بتصير والمهرجانات حاليا بلبنان سريعا بمناسبة عيد الجيش اللبناني وبرعاية الوزير إلي سكاف عم تحيي الفنانة باسكال صقر بساحة الجيش اللبناني بالبربارة ب 31 من شهر تموز حفلة الساعة 7 المساء الدعوة عامة للجميع ميدل إيست سوشيال ميديا فاستيفال ب 30 تموز من 9 عبكرة للخمسة بعد الظهر بجراند سينماز أبيسي دبي أعياد بيروت من 18 تموز لغاية 6 آب من الساعة 8 المساء أو 7 المساء مثل ما قلت لنا كارول ببيال سيدرز فاستيفال مهرجانات الأرز بآب الأول آب وائل كفوري إليسا ميشيل فاضل اثنين آب عبير نعمة والأب خليل رحمة ليلة سبعة آب فريق ما في مثله وفرقة الراب من الآخر ليلة ثمانية آب نجوى كرم وجوزيف عطية ورح بيتولى إخراج الحفل المخرج باسم كريستو البطاقات بفيرجن ميجا ستور هيدي كانت لمحة سريعة عن مهرجانات صيف لبنان 2015 رح ناخد بريك قصير ومن بعدها منروح على tasting.